حياكم الله أصدقائي، أتمنى الجميع بخير. طبعا الآن الساعة 8:00 صباحا، اليوم الجمعة، التاريخ 18 أكتوبر 2024. أحب أن أريكم حالة غريبة الحقيقة لا تحدث كثيرا، يمكن هذه أول مرة أنا أشوف هاي الحالة فلكية عجيبة. يعني شفتها يمكن قبل سنين، لكن كانت الساعة 2:30 ظهرا، اليوم الساعة 8:00 صباحا. شوفوا خلفي هو الشروق، الشمس، هذا ضوء الشمس يخرج من خلفي، شوفوا السماء، هذا الشمس هنا خلفي، هاي الشروق، وسأريكم الغروب. لاحظوا ماذا هناك، شوفوا إخواني، هذا القمر، انظروا القمر، يعني هذا القمر بالجهة المقابلة، أنا أسوي زوم، هذا القمر، لاحظوا هذا القمر يعني في كبد السماء، في منتصف السماء، واضح منير، الساعة 8:00 صباحا، هذا القمر لاحظوا، وهذا هنا الشمس، هاي الشمس ستشرق، يعني طبعا الجو مو صافي، ليس بصافي، فهنا من هنا تخرج تشرق الشمس يعني بعد قليل، وهذا القمر في آن واحد، الشمس والقمر في آن واحد. هل يوجد تفسير لهذه الحالة، هاي الظاهرة؟ ممكن اكتبوا لنا بالتعليقات اخوان اذا اكو تفسير لهذه الظاهرة. يلا اتمنى للجميع الموفقية، وجمعة ان شاء الله مباركة على الجميع، الى اللقاء. نعم اخواني، هذه الشمس جهة المشرق، هذه الشمس، وراح اتحول الى الغرب، هذا القمر في نفس الوقت، هذا القمر في السماء واضح جدا، هذا القمر وهذه الشمس، هاي بنفس الوقت الشمس والقمر في السماء.